السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة وملخص جديد، هذه المرة لكارديو اف سي 302. سنتحدث عن المواجهات التي ارتأينا أنها مهمة. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وأيضا لا تنسوا إخوانكم من الدعاء. سنبدأ بعد هذا الفاصل القصير، لذا ابقوا معنا. السلام عليكم، أهلا بكم مرة أخرى. هذه المرة عدنا للطريقة المعهودة والتي هي تسجيل صوتي عكس ما يحدث مؤخرا، لأن كل حدث لديه ما يميزه. ونبدأ بالفايت الأول الذي كان بين ستريكلاند وكوستا، والذي انتهى بخسارة الأخير بقرار الحكام الذي لم يخلو من الفضائح التحكيمية. فهنا كما نرى بدأ ستريكلاند بوضعيته المتبعة دائما والتي تكلمنا عليها قبل الحدث، والتي تعتمد على الضغط العالي والتقدم الدائم للأمام والوقوف في وجه الخصم بشكل مقلق والاعتماد على الجاب بشكل كبير. مع أن كوستا بدأ برمي اللوكي كخطة مضادة لهذا الأسلوب، إلا أن الأمر يعتمد على استمراريتك على هذا النحو. وبالتالي نأتي لهنا، بحيث مع الوقت مع تعب الخصم يجبر على الرجوع إلى الخلف، وهذا يستنزفه بشكل كبير. وهنا يستغل ستريكلاند ذلك بإخراج الفوليوم الخاص به أثناء تقدمه، وهذا أدى لكوستا للخروج الدائم من الرينج بشكل دائري، أو بحيث يخرج سايدويز يعني من الجهتين، أو إخراج لكماته وهو عائد للوراء. تقريبا استمر القتال بهذا الأسلوب بأغلب أوقات الجولات الأربعة الأولى، مع وجود استثناءات، وتمحور ذلك ببداية الجولة من طرف كوستا كما بدأ الفايت بإخراج أكبر عدد من اللو كيكس والتي تم التحقق منها من طرف خصمه في كثير من الأوقات عفوا، والكثير من الجابس. ومع ذلك سرعان ما يسقط كل شيء أمام أسلوب ستريكلاند ومع التعب، وهذا أدى لتقدم ستريكلاند بالنسبة لي بكامل الجولات بالضربات المهمة، وتمكن من إصابة كوستا في عدة مرات. وهنا نأتي للجولة الخامسة. بالنسبة لي ستريكلاند فاز بجميع الجولات الأربعة الأولى. لما نأتي للجولة الخامسة والتي حقيقة خرج لها كوستا بشكل رائع جدا، ضرباته كان لها وقع، معظم اللو كيك الخاصة به وجدت مكانها وأثرت على ستريكلاند. مع أن الأخير استمر بأسلوبه وضغطه، مع ذلك تقدم كوستا بالضربات المهمة، لكن ستريكلاند ضغطه وانفجاره بآخر الجولة نقدر نقول أنه سرق الجولة له، مع أنه كما نرى هنا سنجد أنه لم يصبه، ودفاع كوستا كان جيد ومحكم، حتى الكيك العلوية لم تصبه، إلا أن النظرة الأولى تبدو مغايرة. وهنا نأتي للنتيجة النهائية، فإن كنت كريما قد أعطي كوستا جولتين الثانية والأخيرة، ولكن قد تذهب جميع الجولات لستريكلاند بسبب أسلوبه المزعج. وأرى أن ذلك الحكم الذي أعطى الفايت لكوستا لم يكن بالمبنى، أو كان يتعاطى شيء ما قوي للغاية. نأتي للقتال الرئيسي والذي كان هو أساس الحدث بين مقاتلين إسلام مخاشاب والمخضرم داستين بوريه، الذي انتهى بفوز رائع لمخاشاب بالجولة الأخيرة. حيث هنا نرى بداية الفايت بالوضعية التالية، ونرى داستين منحني قليلا للأمام، وهذا للدفاع ضد الإسقاط من طرف إسلام. وهنا تبادل رائع بينهما نتج عنه أمرين: إصابة عين مخاشاب بجاب داستين، وأهمها تغيير إسلام للمستوى وطلبه للسينجل لاج وحصوله على التايك داون الأول في القتال. هنا الجولة الأولى كانت هيمنة مطلقة لمخاشاف، سيطرة على الأرض وكونترول تايم، التهديد بالكومورا ثم انتقاله من الوضعية التي خسرها لوضعية جديدة، وسيطرته على ظهر داستين عفوا مع كونترول تايم أيضا حسم له الجولة بشكل مطلق. الجولة الثانية نجد نجاح داستين بوريه في التصدي للتاك دان في منتصف القفص، وبالتالي أصبح الفايت على الواقف، ونجد تفضيل مخاشاف لهذه الوضعية والاعتماد على الكاونتر وعلى أسبقية بوريه، وتبادل رائع بين الطرف مع تقدم إسلام بعدد الضربات المهمة، وحتى مع تحسن بوريه، إلا أنه بالنسبة لي إسلام ختم على الجولة لصالحه بالإسقاط في آخرها مع القليل من الغانم باوند عفوا. نأتي للجولة الثالثة ونرى أنها في أولها كانت بنفس نسق الجولة الأولى بحصول إسلام على تايك داون وكنترول تايم تقريبا لدقيقتين، إلا أن داستين بخبرته تمكن من الخروج والوقوف، وهنا عاد القتال للواقف مع تقدم مخاشاب بهذه الناحية، فنرى نرى دامج لبوريه وإصابته له في مرات. وهنا نلقي الضوء على أمر ما، بعد كل جولة يحصل إسلام على كنترول تايم بها ويأخذ ظهر خصمه، نجد أن الجولة التي تليها لا يتمكن تقريبا من الحصول على تيك داون، ويبدو لنا وكأنه تعب. وبالجولة هذه الأمر تسارع، فما عدنا ننتظر جولة التالية إلا ما حدث في نفس الجولة. فما إن عاد الطرفين للواقف بعد دقيقتين، رأينا نفس ما حصل بالجولة الثانية، وهذا حسب
برأيي والله أعلم يرجع للبودي تراينجل أو البودي لوك، وأرى أنها تستنزف الكثير من طاقته بالخصوص لما تأخذ وقت كبير وأنت ضغط على رجليك بتلك الطريقة، وتأثيرها سيكون مجهد والله أعلم. وهذا يأخذنا للجولة الرابعة، وهذه الجولة نجد أن إسلام مقارنة بالجولة الثانية بدأها منتعش قليلا، وكان الفايت على الواقف لمصلحته بشكل طفيف، متقدم بشكل طفيف على داستن والمومنتوم في صالحه، وطلبه للإسقاط بعد ذلك مرائع لصالحه، يعني كل شيء جيد، إلا أنه أثناء طلبه للإسقاط للمرة الثانية، أثناء تغييره لوضعيته والبوزيشن الخاصة به، وتغيير داستن لوضعيته للهروب، ومع الخروج الأخير هنا داستن وبخبرته وبألبو رائع يصيب مخاشيه فاتحا جرحا بجبهته، وهنا تغير كل شيء لصالح بوريه، وأصبح وبلحظات متساويين في الضربات المهمة. خسر مخاشيف المومنتوم مع الجولة كون صاحب الضربة الحاسمة لخصمه، وأكمل الأخير الجولة بذكاء دون ريسك، والداستن خرج منتصرا فيها. وبالقدوم للجولة الأخيرة نجد إصابة صعبة للبطل داستن، كل شيء معه الآن نفسيا في أوج عطائه وداخل الجولة ليعطي كل شيء، كون هذا القتال قد يكون الأخير والجماهير معه، ومع ذلك مرة أخرى يثبت إسلام مخاشيف أنه بطل ومن طينة الكبار، وأنه سيأخذ لقمته من فم الأسد إن تطلب الأمر، وهذا بطريقة تشبه تحولات دراغون بول، بحيث قام بشيء لم يتوقعه بوري وفريقه، وخاصة لما تأكدوا من عدم قدرته على الحصول على التيك داون بمنتصف القفص. وهذا السويت هنا دلالة على مستوى أعلى، وأن في جعبة إسلام مهارات أخرى أخرجها لما اضطر ولحظات وبشكل غير مسبق له. كان الفايت منتهي مغلقا بذلك إسلام أفواه كثيرا، حيث أنهى كل شيء بداس جوك وبذلك متجنبا الحكام المجانين. فلما نرى أن أحدهم أعطاه الجولة الرابعة، والتي إذا اعتمدنا على الدامج فهو خسرها، وعلى الضربة المهمة التي لها وقع كبير إسلام خسرها، ونجد أحدهم كان يعتقد بتعادلهما، وبالتالي كنا سنجد إسلام على أعتاب سبليت ديزيشن وقد يخسر حتى إن خسر الجولة الأخيرة. لكن الحمد لله قام بما عليه كاتبا التاريخ مرة أخرى بكونه صاحب على رقم من حيث الدفاع على اللقب بالوزن الخفيف، أصبح ثالث مقاتل لديه سلسلة انتصارات بعد قمر الدين وأندرسون سيلفا ب14 انتصار، وسيستمر بكتاب التاريخ إن شاء الله. كملخص القول فوز الرائع مستحق، أظهر لنا الوجه الآخر للبطل، لكن لا أعرف سبب تعبه، هل ربما بسبب إشاعات مرضه قبل الفايت في معسكره، وكذلك البودي لوك يجب أن يجد لها حلا لأنها تستنزفه كثيرا والله أعلم. مع ذلك فاز فوزا رائعا على مقاتل رائع وأسطورة باللعبة. نأتي لنهاية الفيديو، لذا كالعادة لا تنسوا اللايك والشير ودعمنا بالاشتراك، أيضا نلتقي في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.